هلا اكيد صرنا وصلنا لمساحتنا الطبيه وموضوع كتير مهم، يمكن بخص الصبايا والشباب، الرجال والنساء على حد سواء. اكيد عم نحكي عن موضوع زراعه الشعر اللي صار هاجس عند كتير من الناس، منا لاغراض تجميليه ومنا ايضا لحالات مرضيه كتغطيه الندوب او غيرها من الحالات. اليوم موضوعنا عن زراعة الشعر بحال وجود النضاب، شو هي مدى أو مدى نجاح هيك عمليات؟ شو ممكن كيف تأثر سلبياً؟ هي الأسئلة وغيرها من محاور تانية رح تكون محاور حديثنا مع الدكتور علي قصيص الأخصائي بزراعة الشعر والليزر التجميلي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير لكل المشاهدين. صباح الخير وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح الخير. دكتور، عم نحكي عن زراعة الشعر، خلينا نوضح أكثر للمشاهدين شو هي آلية زراعة الشعر، امتى تبلورت ويمكن صارت فعلا تعطي نتائج حقيقيه؟ هلا بالنسبه لزراعه الشعر تطورت شيء طبيعي. هي عباره عن تقنيه يعني بسيطه، عمليه بسيطه بتصير بالعياده، انه بالتخدير الموضعي، حتى المريض قاعد وجالس عم يتفرج على التلفزيون يعني بدون وجع بدون اي شيء. هاي هلا اللي تطور فيها انه بالاول كانت تصير جراحيه، هلا صرنا بالتقنيات الجديده، يعني مو من هلا، فترات صارت تقنيه شعره شعره مثل ما يقولوا، تسحبيها بآلة معينة، إبرة من المنطقة اللي هي بسموها عنا المنطقة الجانبية والخلفية، المنطقة المانحة هاي. وقت بيكون وجود معنا منطقة مانحة معناها في إمكانية لزراعة الشعر. في ناس كتير يعني بيجونا هلا أمرار كتير عندهم صلع وعندهم حتى المنطقة المتبرعة ضعيفة أو غير كافية لتغطية العين. وقت يعني بنعتذر عن بنقول لهم ما في مجال زراعة الشعر. أما اللي عنده منطقة مانحة ومنطقة متبرعة حتى لو عنده درجة صلع كبيرة ممكن تغطيتها بس على مراحل، كل مرحلة ممكن نغطي أجزاء معينة حتى نقدر ناخد الكثافة المطلوبة. هلا بالنسبة لزراعة الشعر بالنسبة للندبات بالذات، يعني هون هذا الموضوع كتير مهم، وكمان في شيء اسمه ندبات. شو هي؟ عبارة عن إيش الندبة؟ عبارة هي عن علامة خارجية إذا صابت مثلا عندنا نتيجة جرح أو عملية أو مثلا حرق معين، بيفقد خاصة بالفروة أو بالحواجب أو بالرموش، بيفقد جزء من الشعر بهالمنطقة اللي صار فيها المشكلة. هلا الندبة يفضل الزراعة فيها دائما بعد سنة، بعد مرور سنة، حتى تاخذ مداها، لأنه يعني الندبة ممكن بدها من 6 أشهر لسنة لتاخذ مداها، يعني ممكن تبين بالأول صغيرة أو تكون أكبر وتصير تخف، فيفضل أنه أول شيء بعد سنة. الشغلة الثانية إذا الندبة عالية بسموها عنا النادية المتضخمة، الندبة يفضل بالأول ما تنزرع، تتعالج مثلا عن طريق مثلا معالجة دوائية أو جراحية، وبعدين نقدر شو اسمه نعمل لها زراعة ما في مشكلة. هلا نسبة نجاح بالنسبة للندبات، نسبة زراعة الشعر هي نحن بنقولهم دائما 50%. ليش؟ لأنه يعني التروي هون مو نسيج طبيعي، هو بقى التروية بتكون 50%، بس تختلف من أشخاص للتانية. يعني في ناس زرعت لهم وصلوا 80% ما شاء الله، وفي ناس بقى من هيك بنقول للمريض، يعني الشخص وليس المريض، انه دائما شو بيتدخل بالنجاح دكتور؟ يعني طبيعه الجسم من اي ناحيه؟ لا، طبيعه الجسم الطبيعي والترويه، يعني انت هلا البصل اللي ود عم تنقليها من مكان للتاني، في نسيج طبيعي، في ترويه طبيعيه عم تاخذ وتتغذى وتمشي. اما في الندبات هو عباره عن نسيج تليف، يعني بقى بتكون ترويه ضعيفه جدا، مشان هيك نسبة النجاح بتكون 50%. مشان هيك بنقول للإنسان ممكن يحتاج جلسة أو جلستين أو ثلاثة حتى ناخد الكثافة المطلوبة هي. طيب دكتور، خلينا نحكي بشكل عام عن عوامل نجاح زراعة الشعر، هل في شيء تحضيري ممكن مثل ما قلت بيتم دراسة خلينا نقول المناطق اللي هي مغذية أو اللي هي بتعطي، شو هي العوامل اللي لحتى تنجح زراعة الشعر؟ هلا أول شيء نجاح من زراعة الشعر طلب عدة عوامل. أول شيء الشخص وقت بيجي لعنا، أول ما بنشوف المنطقة المانحة، المنطقة المتبرعة، يعني نشوف عنده كثافة مطلوبة، نوعية البصيلات، يعني في أمران بتجي في تحاليل معينة بيعملها هلا التحاليل. احنا نشوف أول شيء إذا شو سبب تساقط الشعر، إذا رجعنا تساقط الشعر في تساقط وراثي وغير وراثي. هلا تساقط طبيعي وغير، أيوه التساقط الطبيعي معروف إنه من 100 120 شعرة باليوم هذا بيتجدد. اما اذا كان عندنا تساقط شعر وراثي شو طبيعي؟ هي زراعيه الحل، لانه الشعره متى ما ماتت نتيجه تاثير الصلع الموجوده بتخلي انه بالمنطقه العليا هذه انه في عليها حساس، تضعف البصيله الشعره وبتاع،
بينما المناطق المانحة ما فيها هالمشكلة هاي، هيك بيسموها مناطق الجانبية والخلفية مناطق مقاومة للصلع. مشان هيك بنشوف نحن انه الساقط شعر وراثي بنقول له حل، ما في أدوية معينة يعني انه تأدي. اما اذا الساقط غير وراثي، مثلا واحدة عندها فقر دم، واحدة عندها شو اسمه مشاكل هرمونية، عرفتي؟ بأسهل بالضبط، هذه وقتها بنقدر نعالجها، وممكن بالأول ما تزرعي لها تعالجيها، وبعدين إذا لقينا لسه في فراغات أو في كذا ممكن تزرعي لها. هي بالنسبة لهم إذا رجعنا لزراعة الشعر، أول شيء قلنا المنطقة المانحة، الثانية شيء طبيعي ونوعية البصيلات ناعمة ولا هلا. يجي عند النساء كثير نصادف المشكلة إنه البصل اللي بتكون ناعمة هلا بتنجح، بس التغطية اللي بتاخدها يعني الشعرة الناعمة غير الشعرة الخشنة، ولون الشعرة له دوره. هلا شو اسمه العامل الثاني هو العملية، العملية تكون عند طبيب يعني خبير، ما نيجي مثلا نروح اي واحد اي انا بسوي زراعة شعر، لازم يسألوه. انه اليوم عم يحكوا انه واحد بيجي يقول لي عندي يقول لي قال لي فلان 500 شعرة، 500 شعرة او 1000 شعرة ما بيساوي شيء. يعني العملية اذا واحد ما زرع مينيمو 3000 شعرة ما رح يشوف في نتيجة. يعني إذا هو واحد عنده امرأة أو أنسة عندها هون بالمنطقة في نقص أو هذا، بدها مينيمو من 2000 3000 شعرة. الرجل أمرار بده أكثر، بده يعني 4000 5000 شعرة. الكمية كثير مهمة، إنه نحط كمية من الشعر مع توفر المنطقة المانحة هاي وتوفر الطبيب وخبرته، هي بتأدي لنجاح عملية زراعة الشعر. حكينا دكتور عن الندب، قد ايه فعلا ممكن معالجة المظهر للندب وإمكانية نجاحها، وأيضا في المنحة الثانية الحروق، هل فعلا كمان ممكن نحن نعالج الحروق وتعطي نفس فعالية الندب أو إلى معالجة ثانية وطريقة أخرى؟ هلا الحروق هي كمان ندبة، بتتدك ندبة، بس أمرأة إذا كان ندبة مسطحة يعني مسح الجلد، هي بتتعامل مثل الندبة يعني، وبنعمل لزراعة. وانا عملت اكثر من حاله والحمد لله نجاحهم في منهم 60 و70%. اما اذا كانت بالحروق ندبات مثلا مشوهه او ندبات متضخمه سميكه هيك، يفضل بالاول معالجتها جراحيا او دوائيا او يعني معروف العلاجات هذه، وبعدين وقت بتصير مسح الجلد وقتها بنلجا للزراعه. طيب دكتور خلينا نحكي عن التاثيرات الجانبيه اللي ممكن يتعرض لها الشخص بعد زراعه الشعر، واللي هي ممكن تاثر على هي العمليه، ممكن خلينا نقول تقلل من نجاحها او تاثر وتؤدي لتساقط هذا الشعر اللي تم زراعته. هلا اول شيء كثير اتباع التعليمات بعد العمليه اثناء 12 يوم الاولى. يعني انه هي نحن بنزرع البصيلات المفروض الشخص 12 يوم ما يلمسها، يعني ممكن يساوي يحط مي وكذا بس بدون يعني لمس، بيقدر يحمم شعره بشكل طبيعي بعد 48 ساعه بطريقه معينه مثلا بدون فرق هيك. بقى اول 12 يوم يعني مي على الحل من دون شامبو لا مع شامبو جونسون اطفال شيء طبيعي مع شويه مي فاتره، وبيسكبها على المنطقه المزروعه. المنطقه المانحه ما في مشكله، بعد اتباع اول 12 يوم، بعد 12 يوم بيكون البصيلات ثبتت ما عندنا اي مشكله، بيقدر يفرق بيقدر يساوي شيء. هلا بعدين شو طبيعي لازم الشخص خلال 12 كمان هدول ينتبه، يعني ما يروح مكان مثلا يصير التهاب عنده او شيء، نعطيه نحن مضاد حيوي كوخاه يعني. العنايه المريض للشخص اول 12 يوم كثير مهمه هاي. هلا بعد 12 يوم ما بيعود البصيلات يعني تنشال هاي. اذا كان في حر شديد نقول له يلبس طاقيه مثلا حتى بشدة اذا في مطر اول شهر، بس بعد شهر ما بيعود اي في مشكله. بحال وجود خلل بالأدمة كمان شو الحل دكتور؟ هل هو أصعب من الندب أو يمكن ممكن ما يعطي حلول جذرية أو حلول بنسب مثل ما تفضلت وحكيت 60 و70% هي النسب العالية؟ هلا نحن وقت حضرتك عم تحكي عن الأدمة، هي الطبقة الثانية من الجلد اللي هي موجودة بسموها عنا بصيلات الشعر، شايفة؟ وهي المهمة هاي. هلا أمتى بتصير هي متأثرة؟ وقت تكون عنا نحن ندب متضخمة، شايفه؟ مشان هيك الزراعه بالندبات دائما لازم تكون الشعره الداخليه عميق، يعني في عندك سماكه الندبه هي وعندك طبقه الادم، بقى لازم تكون اول غميقه. بقى هون بس في حاله اذا الندبه في عندنا ندبه بالنسبه للادمه مصابه نتيجه تشوه معين حرق او كذا، وقتها بتكون في مشكله بالادمه. اما بالاحوال العاديه بتكون تقريبا اذا ما في عندنا اي مشاكل جرح او ندبه بتكون طبيعيه.
بما أنه حكيت دكتور حتى ببداية حديثك عن اختلاف يمكن نجاح العملية أو حتى تأثيرها فيما بعد بين الشخص الطبيعي اللي عم يعمل زراعة شهر وبين الشخص مثلا اللي تعرض لحرق معين أو لإصابة معينة، اليوم قدي صار يمكن في اهتمام كمان بهدول الفئات من الناس بسبب يمكن الحرب، ممكن يجينا أشخاص تعرضوا لمشكلة أو تعرضوا لتفجير أو قدي يمكن عم تحاولوا هلأ تعملوا شيء جديد يخص هاي الفئة من الناس؟ معلومة هلأ كتير، يعني وقت تجيك واحد عنده حرق منطقة معينة من هون 10 سنتي جنب ماشي مسكين بلاقيها صعبة، واحد إجا على حاجبه صار قطع الحاجب على صار نتيجة حرق معين، رموش لأنه يعني أنا بزرع رموش كمان يعني هلأ يعني زراعة الرموش هي كتير كتير دقيقة، وحتى زراعة الحواجب هاي بقى يعني عم تحلي مشكلة، حتى الناس ما يعني اللي عم يسووا تاتو يعني وعم يصير مشكلة إنه في تساقط شعر من التاتو يعني هذا كمان عم نعمل زراعة بقى. أنت وقت عم تعطي شكل طبيعي وشكل تجميلي بنفس الوقت خاصة الحاجب والرموش بالذات وحتى الرأس فروة يعني بتشكل مشكلة نفسية عند الأشخاص إنه واحد راح شعر جزء من منطقة من الفروة أو من حاجبه بقى بلاقي عنده عدة نقطة يعني نقص بيسموها أنا بقى هيك عم تحسي الحالة النفسية تبع الشخص وقت عم تزرعي له عم ترجعي له الشكل الطبيعي عم يكون كتير مرتاح ويرجع لحياته الطبيعية طبيعي. في نقطة كتير مهمة زراعة الرموش والحواجب يعني ده هي دقيقة وممكن هلأ بينبسطوا أغلب الستات سلمى على هذا الخبر، يعني هو هذا المظهر الجمالي الحلو بكثافتهم، فده اليوم في نجاح بنسبة عالية لمثل هي العمليات الزرع، وشو بتحتاج يمكن هل مثل زراعة الشعر أو إلى تعليمات خاصة؟ هلأ زراعة الحواجب وزراعة الرموش هي بدها يعني التقنية تبعتها كتير دقيقة ومهمة. هلا كمبدأ زراعة هو انه بتشيل البصيلة من هون وبتحطيها بالمكان، بس هون بيلعب دور انه مثلا الحاجب بدك تاخدي مسار الشعر الطبيعي، ما معقول انا ازرع ويطلعوا هيك او يطلع واحدة هيك وواحدة هيك. هلا بالراس بيجوز تغطوا واحدة بشوية جلبة كذا، اما هون كتير تحترمي مسار الشعرة بالحاجب شلون مشان تاخدي شكل طبيعي. نعم لانه يعني بيجونا ناس كثير هلا عاملين زراعه حاجب وبتلاقي لك طالعين لبرا شافي. هلا رموش سأدق ليش؟ يعني الشعره بتطول يعني عم ناخذها من هون بتطول بقى هي يعني نحن لازم نحطها اول شيء بزاويه تكون تعمل كيرلينج يعني تفتل هي بقى لازمها التدريب او الفتره الاولى يعني، والحواجب حتى فرشات اسنان لازم دائما تعمل التدريب يعني الشعره بتكون اخشن شوي من هون. وهون كمان وبرموش كتير مهمة انه وقت بدك تحطيها انت تحطيها بزاوية تاخد هاللف في هاي مظهر طبيعي يعني مشان تظهر شكل طبيعي، ولا بعد فترة بتجيك يعني الآنسة بتقول لك شلي اياهم. بيجي الناس انا امرأة كتير عاملين زراعة حواجب طالعين بدها تشيله يعني منظر يعني كان بالاول احلى يعني لا تحطها تو اريح لو افضل طبيعي ابدا بالضبط. طيب دكتور كمان زراعة يمكن الشعر بالحواجب أو بالرموش كمان لهم تحضيرات معينة، كمان في نصائح معينة بتوجهها للسيدات أو للصبايا اللي عاملين هاي الزراعة إذا بتحب لنا إياها؟ إيه هلأ بالنسبة لزراعة الحواجب يعني هي ما بدها تحضيرات يعني مثل أي عملية تختلف عن زراعة إيه، بس هون بدها دقة يعني وبدها هداوة وهي تخدير موضعي ما بتحس حتى ما بدون ألم بدون تحط لك كريم مخدر موضعي يعني وقاعدة مرتاحة وعم تفرج حتى شو اسمه بتصير شوية بعد العملية شوية انتفاخ خفيف وزرع مثل أي عملية يعني بتصير عند بالوجه هي هاي بقى هي كتير بسيطة قد ما هي بسيطة قد ما هي دقيقة بدها خبرة كتير مهمة بالنسبة نعم. يعني اليوم دكتور هي الحالات الجمالية المتعددة سواء بزراعة الشعر الرأس والحواجب والرموش هي يمكن طموح كل سيدة وحتى عند مشاكل عند أغلب الرجال، كمان الحالة المادية أوقات بتلعب دور وشخص بيتشجع هو بيهرب من الموضوع كلياته وبيأمن بشكله الطبيعي. فاليوم يعني مع انتشار هي العمليات هل صارت يمكن المستوى أو التكاليف المادية إلى فعلا ممكن الشخص يتحملها ويباشر فيها أو لا بعدها مكلفة جدا وباهظة مثل ما كلياتنا بنعرف؟ هلا هي مكلفة بس واحد ممكن يساوي الحلو بعمل زراعة شعر يعملها على مراحل يعني أنا إذا بيجي مثلا بيجيني شخص أو أنس أو أمرأة بدها 6000 شعرة
ما ضروري تحطهم 6000 شعرة، تحط كل مرحلة 2000 شعرة. ممكن تعمل كل شهر عملية، أو تعمل كل 6 أشهر عملية، أو تستنى ليطلع الشعر مثلا بده سنة كامل، تستنى ليطلع وترجع إسا بسموه عنا على مراحل. مشان هيك كتير يعني ممكن بأي شخص يبدأ بيقدر بعملية زراعة شعر يبدأ 200-300 ألف ويطلع يعني هذا. وزراعة الحواجب هي رموش شوي يعني، ما انه مكلفة كتير يعني، يعني بتحطي كمية بسيطة يعني بزراعة الرموش. يعني واحدة إذا عندها رموش، أكتيت اللي بيرجعونا يعني بيجونا مشان الرموش، هنا عنده رموش طبيعية ما في أي مشكلة، بس تقول لك أنا بدي هون أطول، بدي هون أكسف. نعم. شايفة؟ بقى بنحط لك 50 شعرة 50 شعرة، يعني التكلفة ما بتكون كبيرة يعني، مو متناولة، ممكن مع أي شخص يعني شيء طبيعي بالنسبة للتكلفة. نعم. يعني دكتور النصائح متعددة نحن بناخذها من حضرتك دائما، بدنا نشكر وجودك معنا ونتمنى الكل يكون استفاد. شكرا كثير لوجودك معنا دكتور علي قصص. اهلا وسهلا، شكرا كثير. شكرا كثير لك.